بتشوف المانجمنت او الجنرال ريكريشن. الموضوع اللي مطلوب فيه ان انا ساعه ما اجي في الكونفشن للسيشن المفروض ان انا اعمل اكسبوجر للفينش لاين بتاعي كويس. بنحاول نبعد الجنجبر كويس زي ما انت شايفين كده. الجنجبر طالعه هنا لازق في السيرفس. بعد ما بنعمل الجنجبر ريتراكشن عايزين نبعد مسافه ما تقلش عن 0.2 ملم، وده الحد الادنى اللي ممكن يبقى ماتيريال يدخل في الملاك وما يتقطعش وقت ما يتشال. كل ماتيريال كان فيه ستريس معين، فالمينيمال ثيكنس الماتيريال دي عشان تستحمل ايا كانت بقى. طبعا منطقه الفريشن بتاعته بتبقى بين فرنسيس وارجنتين في فاينل الفريشن بسبب حاجه زي كده. ان احنا عايزين نتاكد ماي ديتيل واللي عندنا في النهايه الفريشن ماتيريال ده يستحمل شده السري في الفريشن مكانها من غير ما يحصل له فيه. عشان نعمل الانتيفال ريتراكشن بنستخدم ماتيريال. المطلوب الماتيريال دي ايه؟ عايزينها 28 سبسكشن فيك اللي هي مرتبه 0.2 ملم حتى توفر لنا دراي فيلد كمان، فبتستخدم فيها حاجات سسبنشن حاضنه توقف لو في بيتنج توقف الكريكتر فلويد يبقى فيها اصلا فلويد الكريم بتاع الجنجر عايزينها دراي بتاع الكريكتر فالسبنشن النتيجه اللي بتعمل لنا كده. ما تعملناش ريفرسبل دامج في الفيزل. احنا الماتيريال هنحطها بشكل تمبري احنا الجنجر بتبعد مؤقتا لغايه ما الانتريشن ترجع مكانها تاني. مش عايزين حاجه لا تسبب بيرمننت دامج لا للسوفت تيشو ولا للهارد تيشو، يعني الجوز ستراكشر نفسها عرضه ان يحصل لها يعني بعض الدامج من ماتيريال معينه. اشهرهم الحاجات الاسيديك، يعني الكيرف بيحصل في السنه نتيجه الاسيد بتساوي بالجوز ستراكشر. فاحيانا بيتحط بيتجرب مع الاسترينجنت ماتيريال بيبقى اسيديك، وعشان كده الماتيريال الحط دي بتتساب وقت قليل علشان طول فتره التعرض للسيرفس اسيتك ميديم هيسبب فيه اتشنج يسبب فيه رفض. فده اكزامبل ان احنا ما نستخدمش ماتيريال تسبب بيرمننت دامج لا للسنه ولا للجنس. وما تسببلناش مشاكل سيستم. هتلاقوا واحنا بنتكلم بعد شويه ان احنا بنستخدم حاجات استرينجنت يعني مواد قابله. القابله دي بتعمل كونتراكشن للبلاد بريشر. لو واحد عنده هايبر تنشن او عنده تاكي كارديوس من الهيستوري اعرف ان انا اتجنب الابينفرين اللي هو بديل للادرينالين هيسبب له سيستميك بروبلم. فما نستخدموش الا للبيشنت اللي ما عندوش هايبر تنشن وما عندوش تاكي كارديوس. اول طريقه اعمل فيها كونتراكشن ميكانيكال ميثود، يعني او دائري جنجيفا بحاجه فعلا بتدق. تحصلها كيميكال يبعدها لا ميكانيكال. اول طريقه عملت الفيشو ريتراكشن كانت الميكانيكال ميثود. لو حطيت حاجه تعمل ميكانيكال ديسبليسمنت ما تبقاش في مكانها مده طويله، يعني مش اكثر من 24 ساعه. يعني بحط كفر باند مثلا حوالين السنه دي ويجي الفيشن ثاني يوم قبل ما يفوت ال 24 ساعه علشان اشيلها واخد الفيشن. ده لو كنت بستخدم الميكانيكال ميثود لوحدها. لو سبتها اكثر من يوم هيحصل بيرمننت يعني كتير مايجريشن ايبيكا، يحصل كيرنج للكتير اتاشمنت حوالين السنه بسبب الميكانيكال فورس المستمره مده طويله. فالميكانيكال ديفراكشن يقعد حتى اقصى 24 ساعه.
ايه انواع الميكانيكال ريتراكشن ده؟ عارفين الزنك اوكسيد الجينول بنستخدمهم كده كتم في الفيلنج، بنعمل ميكس للزنك اوكسيد الجينول ده ونحط معاه شويه جوز فايبر ابيات كده من شاش ونفرطهم ببعض ونحطهم نعمل لهم تاكل في الجينج بارتر. الكلام ده بيتعمل بالذات في الهايبر بروفايل جينج بارتر، هيكون الجينج بارتر شكلها مش طبيعي، حصل لها دروب زياده في الانتر براكسيمال سبيس. احسن طريقه تعمل لنا ديسبليسمنت الميكانيكال الزنك اوكسيد الجينول او توبت الجاتابيركا. الجاتابيركا بتحتاجها تبقى توبت عامله زي شمع كده، هيعمل لها باكينج في الجنجل بارتر كده في الجيا هايبر بروفايل جنجل يعني كل كده طبعا من الجنجل او الضغطيه فينشن لاين انتر براكسيمال، تبقى دي احسن طريقه اعمل بيها الريتراكشن. لو سبتها كده بمشي العيان ورجعت تاني يوم ما طولتش اكتر من 24 ساعه عشان ما يحصلش بيرمننت ديسبيسمنت للجنجل، ترجع تاني زي ما كان. عايز ترجع زي ما كان بعد ما تخلص. ممكن استخدم تمبري كام مع جاتابيركا او كبر باند مع جاتابيركا. ايه الموضوع ده؟ انتوا عارفين ازاي بنعمل تمبري كام؟ خلصت البريباريشن عملت التمبري كام، اجي عند المارجن بتاعته واروح عامل صوت من الجاتابيركا ومطول المارجن. الجاتابيركا دي بتبقى عامله زي الشمع فبتروح داخله في جنب بالصدر اللي هو عايز ابعده ده، واركب التمبري كام ده لمده 24 ساعه برضه عشان هعتمد بالطريقه دي على الميكانيكال ميثود. الجاتابيركا هتبقى سوفت انها ما تعملش تيرنج للتيشوز، ولكن هتعمل باكنج جوه الدنج بسيطه وتكفيه انها تعمل لي ريتراكشن. تعمله انت يعني لو تبدو زنك اوكسايد هعمله لو في انت براكسيمال هايبر بروفايل جنج، لكن لو الجنج ده فيها هايبر وبارده زياده وحطيت تيشن لايت من كل ناحيه هيبقى الطريقه الانسب ان انا استخدم يا اما كامبر باند يا اما تمبري كام وتبنيله على المارجن بتاعته سوفت من الجاتابيركا تخش تضغط جوه الصلكه وتبعد بيه. لو عندك نسبه طبيعيه ركب رين بول مش محتاجه تعمل لها حاجه ميكانيكا وتضغط عليها مضغطه، يعني انت بتتجه للحته اللي عندك فيها مشكله بتعمل لها ميكانيكا ريتراكشن. في عندنا طرق ثانية يعني هتخلص بسرعة على فكرة. انتر بروكسيمال بس ممكن من غير تمبري كام. يعني تحصليها الجهاز كده لتاني يوم ولما يجي طبعا احنا عندنا دوزين تبقى ريتراكشن الريتراكشن كورد اللي هنتكلم عليه بعد كده بتاخد الريتراكشن. بس كان الريتراكشن كورد لوحده يعني انت بتخش كده بيحط برضه في الجنس بالظبط ما كانش بيتعبك في الحته اللي انت بتكسبها اللي الجنس فيها طالعه عامله زي الكل كده. هيبقى التاكنج اللي هتعمله لمده 24 ساعه ده هتلاقيه تاثير ثاني يوم الجنس ما بعدش خالص. انما لو كانت الجنس بارده في كل مكان يبقى انا محتاج تمبر كام مع صوت الجاتوركا يزق لي الجنس ده كله كل الواحده بين والجنس كله. دي الكبر ده للاسف ما بقتش يعني متوفره، يعني كان زمان بيبقى في علم كده فيها كبر باند بتايبس مختلفه زي الهيرويد كلام كده بيشتغلوها بتلاقوها بتايبس مختلفه بنحكي السايز المناسب للكنترول بتاع الروت ونعمل لها كنترولنج مع الكاروتين بتاع الجنجل ونخلي المارجن بتاعتها هي شارب وبعد كده نعمل سوفتنج للبيتابيكا ونعمل لها باكنج كده نبنيها على المارجن ونعمل بيها الميكانيكا ريتراكشن. في طريقه ثانيه للميكانيكا ان احنا نستخدم الاورثودونتيك رابر باند الاساتيك بتاعت الاورثو اللي بيقعدوا يشدوا بيها الاسنان دي بيركبوها على الراكت بسايز في موجود منها سايز مختلفه في الدايمتر بتاعها فننقي الدايمتر المناسب ونقدر نعمل لها باكينج حوالين التوس بحيث تخش في الجنب الاصفر. بس الالاستيك باند دي بتبقى يعني رف شويه وممكن تعمل دامج في الجنب الفيكس ويعني ما بنستخدمهاش كتير بس هي احد الناس في الموضوع. برضه تستوى 24 ساعه. ممكن كمان استخدم الواكسد او الانواكسد اللي انت بترص النظر فيه بالاسنان ده يصلح ان احنا نحطه بس لو كان جنب الفتحه الصغير على الاسفل كان كانت او الريتراكشن كورد اللي بيتباع
الضرر بالريكشن اصلا ممكن نستخدمه من غير ما يتحط عليه اي كيميكال عشان يعمل لنا الميكانيكا بتاعتها. الريكشن كورد ده فعلا اكثر حاجه بنستخدمها واكثر حاجه شائعه. الصوره دي احنا عاملين تايمنج للريكشن كورد مدخلينه في البنت فرطاكه وبيتسكت مكانه كده لبعض الوقت حسب اذا كان نون امبريجنيتد ولا امبريجنيتد. كلمه امبريجنيتد يعني شارك سوليوشن معين. سوليوشن اللي هو استرينجنت ماتيريال ماده قابضه بتقفل الاوعيه الدمويه وبالتالي توفر لنا الرايت فيو وكمان لان هي استرينجنت يعني قابضه بتعمل كونتراكشن للكولاجين. ففي عندنا فنترال فايبر في جونتا ليجمنت ماشيه في الجنجيفا لما يحصل لها كونتراكشن هتروح شاده في الجنجيفا بعدين. يعني لو كيميكال اكشن يخلي الجنجيفا في الجنجيفا تتشد بعيد عن السنه بالاضافه ان لو حصل لنا رايت فيو ده لما هنستخدم استرينجنت. لكن الكورد بيتباع ممكن امبريجنيتد بالاسترينجنت او نوت امبريجنيتد بلين كورد خالص. ممكن نعمله ونستخدمه كميكانيكال ديمو في الفاكشن. الانتراكشن كورد بيتعمل منه ديزاينز مختلفه. في منه التويستد يعني عباره عن ستيب كده مضروب على بعض تبقى الياف لفه على بعضها او بريدد حاجه زي المضفره او نيتد مبذوله كده حاجه زي التليفون. يفرقوا معانا في ايه؟ هو الفرق في سهوله استخدامه. لانه اللي بيجي يستخدم كورد هيلاقي انه في انواع اجي احط الكورد ده اضغطه جوه الصلكه ينزل. اجي اضغط الجزء اللي بعده الاقي اللي بعده دخل والحته اللي دخلت الاول راح تطلع على طول. فده اللي خلاهم اخترعوا بقى البريدد والنتد. النتد اللي هو مضاف مبذول في بعض. قال لك الالياف دي لما تبقى داخله كده متموجه هتسمح انك انت مطرح ما دخلت الكورد يفضل قاعد في مكانه ما بقاش مضاف في الحته اللي هتلتف بعضها. مش هتقدر من هنا تضطري من هنا تاني. الكيميكال ميثود ما بنستخدمش كيميكال ميثود لوحدها. الكيميكال ميثود مقصود بيها ان انا هستخدم الميكانيكال ونضاف اليه الكيميكال. الميكانيكال اللي هو الريكشن كورد بس هنلاقيه كده يشرب ليكويد معين هيساعدنا في الريكشن. وده الموست يونيفرسال ميثود لانه الكيميكال بتيجي تتفرع وتدي افيشنسي للريكشن اكثر من الميكانيكال ميثود. فبيتحط الكورد امبريجنيتد لمده ما بين الخمس دقائق ل 10 دقائق. فمش هحتاج ان انا امشي العيان ويرجع لي ثاني يوم. هعمل امبريجنيشن للكورد ده ب زي ما قلت لكم حاجات استرينجنت هنقول ايه. ده شكل كده فيكشن في الجنجيفا بالجلاسيال ليجامنت. في عندنا ضمن الفايبرز بتاعت الليجامنت في سيركلر جروب فايبر لفه حوالين الطول. هي دي لو عملنا لها كونتراكشن هتروح شاده الجنجيفا من تحت الفري جنجيفا تتفتح لبره ويفتح لنا سبيس عند الجنجيفا الفايبر. الكيميكالز اللي بستخدمها ممكن استخدم الومنيوم كلورايد تركيزه من 5 ل 25% او استخدم الم سوليوشن اللي هي مش شاده الكل يبقى في نسبة 100% كونسنتريت بوتاسيوم صلفيت أو الفيريك صلفيت بتركيز 13.3% أو الإبينفرين اللي هو بديل للأدرينالين بنسبة 8%. عارفين الإبينفرين ده موجود في اللوكال أنستيزيا تحت السيرفيس ضمن مكونات اللوكال أنستيزيا اللي بيبقى فيها برضه كونستريكتور بيحطوا الإبينفرين. بس نسبة الإبينفرين اللي احنا بنستخدمها هنا 8%. هما بيستخدموا كام بقى؟ 1 ل 200,000، 1 ل 100,000، يعني نسبة قليلة جدا بالنسبة اللي احنا بنحطها في الريتراكشن. فهتلاقوا في الكيرف دي يقول لكم يعني بتستخدم العين على الوايت بروتكشن قلت له انا في فيها اكتناز. هيبقى الافشنسي بتاعت الانفيزيا مضمونة اكتر ومش هيحصل فين؟ لو حصل فين هيحصل له هايبر تنشن نتيجه الادرينالين اللي هو بيفرزه. سمعت الكلام ده في الصفر؟ قالوا لكم كده ده. احنا بقى بالنسبه لنا مساله حساسه اكتر. هنستخدم تركيز عالي قوي اللي هو 8% ده. فلو بيشنت عنده هايبر تنشن او عنده تاكي كارديا
ممكن ندخله في مشكله كبيره. فلازم اشوف الهيستوري متاكد البيشن ده ما عندوش اي سيستمك كونديشن يتعارض مع استخدام الادويه. لو اتخذنا اختلاف الادويه كان عنده هايبر تنشن بيحصل له سيمتوم كتيره بنسميها الادويه سندروم. اللي هي ايه؟ يحصل له تاكي كارديا، يلاقي قلبه بيدق جامد. انكريز بلاد بريشر، بقى ضغط الدم يعلى. نيروزيتي يبتدي بقى اكسايتد وعصبي. وبعد كده يحصل بوست اوبرتيف ديبريشن، يعني ممكن تبقى مساله خطيره ولازم ناخد بالنا في الهيستوري ان البيشنت اللي هنستخدم له كورد امبريجنيتد بنفرز يكون ما عندوش هاي بلاد بريشر. ويمكن عشان كده في الكيميكال اللي انا قلتها ما بداتش بالابينفرين لانه بقى في بدائل واحنا بقينا نبعد عن الابينفرين ونريح نفسنا، ممكن العيان ما يعرفش ان ضغطه عالي. ما قاليش وما يعرفش. طب اذا بدخل نفسي في مشكله عندنا البدائل بتاعت استرينجن ثانيه ما تعملش حاجه في البلاد بريشر زي الالومنيوم كلورايد الفيريك سلفيت. كمان ده يعني طورنا نفسهم ان نبعد عن الابينفرين ونستخدم الحاجات اللي هي النزل لكونجستن، الحاجات اللي بتوقف الرش في الدم، نقط المناخير. ففي منها حاجات تصلح انها تبقى استرينجنت وهي الميكانيزم بتاعها انها تعمل كونتراكشن للبلاد بريشر. لكن مالهاش نفس السيستميك افكت بتاعت الادمان. فبنقدر نستخدمها كبديل للادمان. يعني نشتري النزل لكونجستن وننقصها على البلين كورد اللي احنا جايبينه، الريفراكشن كورد اللي هنحطه ده لغايه ما يشرب الليكويد ده، وبعد كده نعمل له تاكينج في الانتروستات. ممكن استخدم ريتراكشن كورد واحد لو عندي الجنجرال سلفر مش ديب قوي، والكورد اللي هحطه هيضمن لي الجنجرال تبع الكفايه. لكن لو عندي ديب سلفر كتير ممكن استخدم اثنين كورد او ثلاثه كورد. لو الكورد بتاعي بقى في الديب بتاع السلفر خالص بحط واحد ثاني كبير يبقى على ال على يعني على الريست اوف جنجيفال سلفر على الفري جنجيفال يضمن لي ان انا عامل ريفراكشن كفايه. ساعه ما اكمل الريفراكشن بشيل الكورد الكبير اللي واقف على جنب الفينش لاين واسيب الكورد الصغير اللي تحت لانه استمرار وجوده يضمن لي ان الفيل ده هيفضل دراي وتفضل الجنجيفال مده اطول بعيده عن الفينش لاين عشان اعرف احدد. يعني في الدبل كورد تكنيك بحط واحد رفيع في الاول واحد اسفل منه فوقه بتاع ناكل الامبريشن، هشيل التنين اللي فوق واسيب الرفيع واخد الامبريشن دي. يطلع لي في الامبريشن مش مشكله، المهم انا هو حاطط لي على الجنس لو طلعت مش مقطع بتاع الامبريشن. او لو ما طلعش بشيله بعد كده. نكتب لكم برضه فيديو عشان نتكلم كده في الوسط ده تشوفوا ايه اللي بيحصل في الامبريشن. بعد ما خلصنا البريبريشن وعندنا فينش لاين واضح بدخل الكود الاسهل حته تخش فيها اللي هي حته الكود بشده زي ما بدخل انت كود كده الاقيه شد فيني واحد داخل جوه الاجنت خالص اللي هو بيدق فيه ده ريتراكشن كورد ابليكيتور بتاع مخصوص للغرض ده التيك بتاعته رفيعه ولكن بلاند ما هياش شرط لو زقيته بحاجه شرط هتخش تطلع في وسط الكورد مش هتعمله تاني وبعدين بيتعمل فرفعه مشرشر بحيث اقدر اوجه الكورد بالجنب كده حركة يمين وشمال وعاده لازم احركه في الاتجاه اللي انا دخلت فيه اول جزء. بعد ما حطينا الكورد خلاص بيجيب الاسترينجر الكيميكالز اللي هو عايز يعمل كونكشن للكورد بيها احنا عاملين كونكشن كويس هنا مثلا الالومنيوم كلورايد حطه وسابه الخمس دقائق وبعد اول لير من الكورد هنستخدم هنا الدبل كورد كتير حطينا كورد رفيع لاحظوا الاول كورد دخل غطس السلكس وما بقتش الجنجيفال اليفيت كفايه. فبنحط كورد ثاني اكبر يغطي الفري جنجيفال مسافه اكبر. الكورد الاخير ده اللي هو هنشيله قبل ما ابدا احنا عاده ما بنحبش الفينشنج لاين بتاعنا يبقى طب جنجيفال الا مضطرين والاضطرار في حاله زي كده في الاستثناء. عشان لما يكتب كده ما يبانش المارجن بتاعه. المفروض اذكر ان الجنجبال كريب الجنجبال سلكس لايك اول بالبطن بتاعه.
ينفع حتة زنك ما تتحركش فيها. بعد كده هنجيب الإمبريشن. انتوا بتاخدوا الإمبريشن التكنيك اللي بيشتغل فيه هنا عادة الباتي واللايت. الباتي إمبريشن بيتعجن كده البيت والكتل، ولازم أجمع الاثنين كلهم لون واحد، معناها كده الميكس اتعمل مظبوط. ما يهمنيش الأمر إن أنا بطي الفلت خالص، عشان الناس بتاخد الإمبريشن وتدخل الجزء في الفلت في باقي العجلات، ممكن يبقى عندي زي احط فين ده في الجوه ودخل تريد. طبعا عامل درايف كويس، شلنا اول دور وسايبين ثاني دور. بعد كده بعمل سيتنج للانفريشن، المفروض اعمل فيلم انفريشن اصغر كويس قوي ولايك ما يدخل مكان ما يضغطش الوقت. بعد ما دخل بقى في مكان اثبت ايدي عشان بس ما يتحركش، لكن لو فضلت ضاغط هينشف ويبقى كومبريس بالايد. اول ما اشيل ايدي يحصل له اضاءه، يعني حاجه مختلفه عن اللي انا بسجلها. بعد ما بناخد الباتي امبريشن بنعمل ستريتش عشان نوفر سبيس صغير قوي لللايت بول. احنا هنعمل عليه بوش، هنغطيه طبقه ثانيه مور اكيوريت، ممكن نديله اكتر تنج. احنا كده حطينا التو كوردز كانوا محطوطين واحنا بناخد الباتي، لان الباتي ما يهمناش فيه غير ان سجل لنا كده جنرال سجلت من بعيد كده، يعني مجرد كان سبيشال تريك يشيل لنا اللايت بودي. دلوقتي اللايت بودي ممكن اعمل له انجكشن للتيك جوه الساركس مباشره عشان اضمن ان دخل تماما جوه الساركس. وتلاحظوا ان احنا سايبين الكورد الثاني مره. بعد ما نقيع كده بالانجكشن هنا في امبلانت وفي سنه كبيره. التيك اللي بقى اللي بستخدمها دي بفصلها من الـ من الاوتو ميكسنج تيك، وبعمل بيست امبريشن في البريك وادخله بقى يسجل لي الفاين ديتيل في السكند ديتيل. السكند كول ده يفضل محطوط مكانه، ممكن يطلع معايا في الامبريشن او لو ما طلعش بطلعه ورا بعض. كده فرمت ان انا سجلت الفاين ديتيل عن الفينش لاين اللي انا مخبيه طبيعي. ما احنا عملنا كده، يعني في الفيلم ده حطينا اللايت اللي فوق البط بتاع عايز اصلا بارت انت بتتكلم على 1 ست 2. ده بيديك برضه ممكن نعمله ان احنا نحط اللايت ويكون السيستم بتاعنا عملنا لنا ميكس للهيد ونحطهم كده في 1 ست اللايت نعمل له انجكشن وبعدين نبقى مكملين وراه في الريك ولسه بيجي. ده ممكن وده ممكن. هنتكلم على الاوبريشن المحاضره الجايه. طيب احنا كده قلنا ان احنا عندنا طريقه ميكانيكال نعمل فيها ريتراكشن، يا اما ريتراكشن كورد بلين لازم نحط فيه كيميكال، يا اما نستخدمه مع كيميكال يبقى ميكانيكال كيميكال ريتراكشن. في عندنا طريقه بديله اللي هي اسمها ريتراكشن بلين. حابب يتبهدلوا على الدكاتره يقول لك انت هتقعد مع حضر خمس ست ابارتمنت وهتقعد تلف حوالين كل واحد بالبورد وتحط له دبل بورد شغلانه وتاخد منك وقت، اعمل لك طريقه اسرع انك عندك فيز زيه زي الاكسبريشن كده بس تعمل له انجكشن في الطلقه وتسيبه شويه هو هيعمل لك ريفاكشن للدنيا. البيست ده فكرته انه ماده ثيك ومحطوط فيها الومنيوم كلورايد، احنا قلنا عليه كيميكال مينز اوف ريفاكشن، اعمل لنا الاسترينجنت افكت بتاعه كونتراكشن للكولاجين فايبر والدراج بنتر للجنجيفا، فالبري جنجيفا هتبعد شويه عنه. بالاضافه الى البريشر اللي عامله البيست جوه الصدر. ففي عندنا اسم التجاري بتاع ماده اسمها اكستاجيل بتاع شركه كير عمل النظام ده الومنيوم كلورايد ايه؟ مثله انه هيعمل لنا هنا فيزز انه في الومنيوم كلورايد واسرع واسهل من الاسود. وبعدين بعد ما نستنى عليه 5 دقائق كده نروح غاسلينه بالميه يطلع على طول. ما يعملش تروما زي ما انا بقعد احط التاكن للكورد، البسطه بتاعت الكورد دي برضه بتضغط على الكتير الاتاكشن، ممكن مع الضغط الكتير
يحصل بعد كده بوست اوبراتيف يعني ايثيكال ميجريشن للبيشنت. فهنا نتجنب ان احنا نعمل بيشنت يعني اوتوماتيك. دي الصورة بتورينا ان احنا بنستخدم البيست ازاي. بنعمل له البيست ده موجود في تشيل معينة كده في البيست بلس، نعمل له انجكشن جوه الكلينج بالخشب يفضل بالمنظر ده. ده بديل الفورم، بدل ما احط فورم واسيبه في مكانه كده انت يفضل ماشي يعني لمدة 5 دقايق، وبعدين اغسله وحط الفاكشن عشان احطهم كويس، وبعدين اغسل الانجكشن. بعد ما صفقته باين انه في الجينج بس فكر فتح في جنس بجانب، بس ما هوش الفيشن زي الفراكشن فول. الفيشن بتاع الفراكشن فول تعالى تعطينا الفراكشن تعالى. اول ست من الفيس اللي قلتلكوا عليه ده عباره عن فيس محطوط فيه الومنيوم كلورايد. في ناس ثانيه عملوا فيس تاني بيعتمد على الميكانيكال ريفراكشن فقط، مش هيحطوا فيه حاجه تانيه. الميكانيكال ريفراكشن ده بيجي منين؟ هنستخدم بولي لاين فايل هيدروكسيد. السيليكون امبريشن بتاعنا الرابر بيز ده هي نفس الماتيريال تقريبا. كان في نوع من السيليكون اسمه اديشن سيليكون، عارفين؟ الاديشن سيليكون ده اول ما اخترعوه كان في عيب مخلي فيه مشكله، انه بعد ما ينشف بيتكون هيدروجين جاز جواه، والهيدروجين ده يطلع بعد كده اثناء ما احنا طابين الالكترون طابين الامبريشن، يبتدي الجاز ده يطلع فنفك الامبريشن ونشوف الكارت، نلاقي الكارت كده منقط. ايه النقط اللي طلع دي؟ الهيدروجين كان بيطلع من الامبريشن ساعتها. فبدأوا يفكروا في الحل، وقال لك طب لما تاخد الامبريشن بالاديشن سيليكون ده اركنه شويه كده كام ساعه عشان الهيدروجين اللي فيه يطلع وبعد كده تطلع. وبعد كده اكتشفوا ان ممكن نزود البلاتينم من ضمن المكونات بتاعته يعمل ابزوربشن للهيدروجين ويمنع ان يطلع الجاز الثاني. وتحل المشكله، فعندنا اديشن سيليكون ما بيطلعش منه هيدروجين جاز. لكن المشكله القديمه دي حد قدر يستثمرها في موضوع الريفراكشن. قال لك الهيدروجين ده هو اللي هينفعني في الريفراكشن. لان هو لما يجي طالع بيعمل اكسبانشن للماتيريال شويه. في غاز بيتكون فيها زي البيكنج باودر اللي بيحطوه في كيكه، بعد كده تنفي بعد كده عشان يكون جواها كربون دايوكسيد. الغاز اللي بيتكون فيها ده قال لك الهيدروجين ده هيخلي الانبريشن بتاعي ده ينفي بعد كده. وفعلا ده اللي حصل. سموا ده الماجيك فول. شركه كولتين انتجته وسميته ماجيك فول. ان نستخدم الكولي دايتي فايل فايلوكسين ونعمل له انجكشن جوه الصلصه، والهيدروجين وهو طالع من الهيليوم مش بعد ما دخل جوه الصلصه كان حجمه على قد الصلصه، لما يكبر هيزق لي الصلصه ده هيزق لي الدرينك كاوي. بس ده هيتطلب ان انا لو كبر وخلاص هيطلع من الفنتي بالصلصه. يعني الفوهه بتاعته من فوق هتبقى مفتوحه والاكسبانشن هيطلع لفوق مش هيزق الفنتي. ايه اللي يخليه يزقها؟ ان انا احط له تمبري جراوند واقف فوقه وثبت له الاورتس بتاع الفنتي بالصلصه، بحيث لما يحب يدخن يدخن الجنب ويروح جاي الفنتي. فيا اما تاخد تمبري جراوند، وبعدين عشان يسهلوا اكتر عملوا لنا حاجه زي كوتون دور كده هولد جواها، بحيث احطها فوق السيبريشن بعد ما احط الانجكشن من البيت ده اروح ملبسها فوق السنه، ابقى كده سديت الجنس بالسكر عشان الانجكشن يتحبس جوه، ولما يحصل اكسبنشن يزق الجنس ويتكلم. وخلي بالك انت قاطط عليها كده 5 دقائق. ده المنظر بتاع الماجيك فول او الكونتور. سيليكون امبريشن بعمل له انجكشن جوه الصفحه، واحط عليه الكوتن بورد اللي هي هولو مجوفه كانها تمبري كاون رجل فوق السنه، واقول له عيب اهو افضل عاطل عليه كده 5 دقائق. يحصل السكي يكبر من حد يبقى سايق الجنس ده شايل. ده مش هيشد ميه بعد ما عمل الريتراكشن راح ماسكه بالفريزر شايل واخد الاكسجين. الريتراكشن بيست برضه عندنا فيديو شركة 3M برضه دخلت في الموضوع وعملت الريتراكشن فيه، بس هو في عندنا اكسكلوزيشن اللي هو بيحط الالومنيوم كلورايد واللي بيحط الاكسباندر تيليفون. هنا عملوها كابتولات صغيره كومبيوت كده
وفي البنك التيب سي معمولة براس المدرسين تخش في جلد بصر. بعد 5 دقائق نغسلها بالمية، دي هو السيستم اللي هو زي اللي قلت لكم عليه اسمه التسييف، اللي محطوط فيه الومنيوم كلورايد بيست، نغسله بمية يبقى عندنا كده الاكستراكشن كامل. وزي ما قلت لكم ميزته ان هو سريع وسهل، عيبه انه مش افيشنت زي الاكستراكشن كور. يعني اللي عنده وقت والبطن بتاعته مش كتير او يقدر يعمل الاكستراكشن كور هيبقى احسن من كده. انما بتلاحظ ان الريكشن اللي بنحصل عليه ده مفعوله قصير. يعني خلال مثلا 5 ثواني 10 ثواني اكون انا شلت الكورد وخدت الفريش. كل ما هستنى هيحصل ريلاكس كده والجسم هترجع في مكانه. عشان كده تلاحظ كل الفريشن دي كان الكورد ما بيتشالش غير لما خلاص الفريش الودد بالفريشن وانا جاي احطها في ثانيه شايل الكورد ومدخل الفريش. لو شلتها من بدري وبعدين رحت اعمل ريكس عبال ما ارجع يكون كده اكتشفت جزء من التراكشن اللي حصل. في طريقه كمان هترجع، يعني كل ما اسرعت في اخد الانفكشن مرارها احسن. في طريقه كمان للي مش عايز يعمل تراكشن ده وعايز حاجه اسهل واسرع، اسمها اكتوزال ماتريكس انفكشن. اللي انا كنت بحكي عليه دلوقتي في الاكسبندبل سيليكون امبريشن بتاع الماجيك فوم اللي اتكلمنا عليه ده، اللي هو استخدم السيليكون امبريشن الحاجه اللي بتطلع يتكبر. نفس الفكره دي او احنا فكره ثانيه، طب احنا عايزين نعمل بريشر جوه الخلطه نزق الجن، نقدر نعمله بالامبريشن مباشره من غير ما نحط الكاكشن كور؟ نقدر. يعني التكنيك ده مش مستخدم قوي، وما زال الكورد هو الفاندر اللي كنا بنمشي بيه اللي عايز يطلع شغل ممتاز يستخدم الكورد، ولكن ده بديل اسرع واسهل. يعني ممكن ما يبقاش بنفس الافشنسي بتاعت الكورد، بس انتوا عارفين انه بيتعمل ازاي. عايزين مثلا تاخد الامبريشن، الامبريشن لما تيجي تخش جوه الخلطه وتعمل بريشر. هي الامبريشن هتعملها كده كده نتيجه انه وانا بعمل تيكينج للسبراي بتخش وتضغط في كل حته. بس ده كلمة تضغط في كل حتة معناها اللي داخل جوه السرطة بنفس الفرق زي اللي بره السرطة، يعني جنس بتنطلق من بره وبتنطلق من جوه. وبالتالي مفيش ميزة هاخدها ان انا اعرف اوسع الجنس. يعني التري داخلة التري فيها ماتيريال من كل ناحية. بعض الرابر ده بيجي على الفري جنس لما تستنى تركز بيبقى يلمعها الجنس على الصوت اكتر، والبعض التاني عايز يخش في السرطة، ولكن القوة متعددة. اللي هنعمله في التكنيك ده ان احنا هنخلي القوه اللي جوه السلطه اعلى من القوه اللي بره السلطه. ازاي بقى؟ على فكره الاول باقي امبريشن. باقي امبريشن ده وقته من غير تريل. ممكن اعمل البريك بشويه واكس اشكله على شكل الارض كده في الحته اللي انا هاخد فيها الامبريشن ده. موجود الامبريشن يشمل السنان الفيرت بتاعتي، يعني هنا عاملين بريبريشن للانتيريور. اخلي الامبريشن بتاعي يوصل لغايه السنه بعدها السنه، يعني من ناحيتين سنه او نص سنه حتى يبقى يعني عندي بس ريفرنس الجزء امبريتير جنبها. اسجل الباقي امبريشن الجزء ده بس، وسجلته من غير تري عشان انا هعمله مانيبيوليشن بايدي، مش عارف يبقى في حاجه وراه ميتال او حاجه بلاستيك مش عارف اتعامل معاها. هشيل الوقت ده مش عارف ايه تري ده، بقى عندي الباقي امبريشن في ايدي. اعمل فيه ايه بقى؟ هعمله تريننج كبيرسي او المنظر ده. التريننج ده خلاه واقف على كريست اوف ذا جنب. بقى عندي امبريشن بالفقر واقف على كريست اوف ذا جنب. يعني الفري جنب اللي هنا اللي انا عايزها تبعد انا واقف لها فوق دماغي بالفقر. هستفيد من كده ايه؟ هستفيد ان انا هاخد الامبريشن بالميديم فيسكوستي رابر بيز باللايت ده،
الميديا التكنيك بتاعه اعلى شويه هيبقى بيسكت اكتر يعمل بريشر احط الميديا رابر بيه اعمل له انجكشن في الباقي اللي انا اخدته ده وارد مركبه فوق البريزم بتاعه فمعنى كده ان عندي باطن حصل له سيتنج خلاص واخد الميديا معاه وبركبه على السنه وانا بقرا الاكسبريشن اللي يدخل جوه السكر ما بيلاقيش قوه ثانيه تعادله من بره السكر عشان تلم الجنج ده اللي جوه فيه. فانا ضغطت الاكسبريشن جوه السكر اكثر من بره. طب اللي بره ما يهمنيش الاكسبريشن لا يهمني. التريك بقى اللي انا بتاخد فيها الاوفر اكسبريشن احط فيها الميديم الكوتي كبير ميديم رابر بيت املى بيه التريك واروح ملبسه فوق المجموعة دي فوق الخط اللي انا حطيته فيه رفعت الكوبا لوك بريشن بالكوبايه فالميديا متشكله ده تمام والجنجر وكل حاجه والبريشن ويطلع لي اكسجين مظبوط ولكن كنت اعتقد جميل ان البريشر اللي جوه السلطه اعلى من البريشر اللي بره السلطه وبالتالي الجنجر اضطر تتفتح لبره حلوه دي عندي السنة بتاعتي يعني. بريمير. السنة كلاين اهو. والجن تبقى الخاصة بتاعتي. باينة؟ شايفين حاجة؟ الجن تبقى كانت مفهومة كده وأنا عايزها تتفتح لبره. اللي يخليها تتفتح ان انا هعمل بريشر كبير من جوه يعني. اعمله ازاي؟ ان انا في البدايه جبت الباتي وخدت بيه امبريشن للحته دي. ده الباتي مفيش. وصل لغايه القوه بتاعت الجنس بس الجنس كانت ساعتها لما على التوس مش مدياني التراكشن. الباتي ده طلعته وحطيت فيه ميديم فيسكوسيتي ورحت ضغط. فالميديم لقى فيه حاجه زي المكبس بتزقه من ناحيات فدخل الماتيريال هنا ودخلت الجنس دوت اوكي ايه الميزه اللي انا حصلت عليها عشان انا تاخد الباتي امبريشن على الارش كله لو كان الباتي ممتد لبره كده كان هو نفسه بيضغط على الجنس بقى انها ترجع في مكانها هيبقى الضغط متجانس من بره ومن جوه دي واحده كده طيب لما انا حسيت بالباتي ده عشان اخلي البريشر بس من جوه. بريشر بيزق الفري جنجفا او الجوه. نجحت كده دخلت الامبريشن. بس ده مش كل اللي انا عايزه من الامبريشن، عايز الادجيسنت عشان اعرف اعمل كلوجر مع الاوبوزي، عايز اسكت الامبريشن كامل كده. فانا معايا كمان تري املاها بالميديم بودي واروح ملبسها فوق المجموعه دي. التري بتاعتي ودخل الميديم بس دخل بعد ما كانت الجنجفا خلاص بقت مسبوقه في اول خطوه. مش هيعرف يرجعها تاني الميديم دخل هنا وتجمع جوه فهيحافظ لي على الجنس بريتراكت. في نفس الوقت خدت الاوفرول امبريشن بقى عندي امبريشن تاني. دي الحته الاخيره اللي انت بتسالي عليها. عشان يبقى عندي امبريشن بالكامل بعد ما عملت دي بعد الخطوه دي رحت مدخل فوقيها تري مسكت بقى كل ده وده لسه ما حصلوش سيتنج. يعني الميديم كله هيمسك في بعضه. يعني خطوه واحده عملت انجكشن فوق الفرن وركبته اللي هي اسمها كلوزر ماتريكس. كلمة ماتريكس يعني المجال اللي هو بيشد الحاجة. فعملت ماتريكس على الكلوزر بتاع الفيرت دي عشان تدخلي الامبريشن في الصدر. عشان كده سموها كلوزر ماتريكس امبريشن في الصدر. ما هو انت بتحكي كل السنان دي. لانك لو سافرت زياده هيوصلت لك الفريشه مرجعك الجنجر مكانها. انت عايز تقف عن كريستال ذا جنجر عشان تبقى الفريشه داخل جوه السطح بس مفيش فريشه تاني من بره. هم يبطلوا ليه؟ هم يبطلوا يستاهلوا ده حاجه بوست الفريشه مش فارقه معاك. ابراهيم لما يكون جزء كان ناشف الاول وبعدين الجزء الثاني دخل في البعض اكيد في شطه اللي بتشيل يعني هيطلع عشان الطب زي ما هو هو متكلم كتير هيتقطع يعني لو الماتيريال دي مش نفس
فتح لي يعني امريكا لو ريكومند للمانيفاكتشر حط عليها تركيز حط عليها تركيز عشان تثبت المزايا دي حسب المانيفاكتشر اكستراكشن. فاحنا كده عندنا ميكانيكال اكستراكشن اللي بنستعمله في الحقيقه يعني ما بتستعملش الارثوذنتيك باند كتير بس يعني التهالكل انها موجوده في التكست واحد في الاثنين اللي بتستخدمه يا اما احط ميكانيكال ريتراكشن في حالات الهايبر تروفايد جنج زي الزنك اوكسايد باك مع التوت او استخدم التمبري جراوند وعليه صوت الانتربريتر او كفر باند لو لقيتوها عليها صوت الانتربريتر وتستخدمه او استخدم الريتراكشن كول بالانتريجنيشن ونبعد عن الاكنفرن اللي بيسبب لنا اكنفرن سندروم نستخدم الامونيوم كلورايد او فيريك صابرين. هما ليه مخترعين كذا طريقه؟ هتلاقي كل طريقه اهم يعني الفيريك صابرين ده لونه مدي على بني شويه. فالريتراكشن انا مش بس بستخدمه في الفيتريشن ده انا بستخدمه اثناء الفيتريشن. انا خلصت كل الادويه في الفيتريشن قبل ما انزل صابرين مش هنزل كده والجنس بقى تعوض بحط الريتراكشن واسيبه لخمس دقايق واشيله واكمل في الفريق واحطه تحت الفريق وساعات هحطه كمان تحت السمنتيشن. فلو انا بعمل سمنتيشن في حاجه انتيجي استخدمت التراكشن بيجنيتد فيريك صلبيت اللي هو بقولته بيعمل لون بني شويه لو اللون ده جه على السمنت وانا بعمل سمنتيشن وبحط التراكشن كله اثناء السمنتيشن كمان فيعمل لي ستابريشن في السمنت يسبب لي مشكله. فعشان كده اخترع الالومنيوم كلورايد قال لك ده لونه ترانسلوسنت ملوش لون فتستخدمه في حته الانتيريو كان تستخدمه في الانتيريو يعني دي بدائل وكل بديل ميزه وعيب. فنستخدم الانترنت كورد الحاجه زي دول او نيزل دي كونجستنت ونعمل تراكنج يا اما الكورد واحد لو الفرصه صغير يا اما التو كورد او ثري كورد لو الفرصه كبير. وفي الحالات دي الكورد الكبير اللي محطوط عند الليفل بتاع الايس لاين لازم اشيله وانا واخد الاستاذ. من الحاجات المهمه غير ان انا اسجل الفينش لاين ان انا اسجل جزء انبريشرد من التول. يعني انت خدت وقفه انا ما خدتوش كده. لو عندي في الفينش في الفينش كده المعنى اللي هو بيبني الكونتور في حاجه اسمها ايمرجنس بروفايل. سمعت عنها؟ لما يجي يبني المارجن بتاع السنتر من هنا بعد المارجن كان يطلع ازاي؟ يطلع كده ولا يطلع كده ولا يطلع تاني اتجاه؟ الصح انه يمشي على الامبري بيرد سيرفر مطرح ما ده يشاور يطلع عليه لغايه الهاي كونتور وبعد كده بقى يطلع. فعشان المعمل يقدر يعرف الايمرجن بروفايل بتاع الباترن اللي بيبنيه هيعمله ازاي لازم تشيله حته امبري بيرد بعد الفينيش لاين. فدي ما مش هيقدر يشوفها الا لو انا عملت ريتراكشن كويس. طيب في حاجه كمان ان انا مش بس بعمل ريتراكشن ان انا اوسع الجنس بعد ما ارجع للمكان. احيانا بعمل سيرجيكال ريموفال بارت اوف ذا جنجيفا عشان اقدر اسجل الفينش لاين بتاعي كويس. السيرجيكال ميثود في منها الكترو سيرجيكال تكنيك او سوفت ليزر او روتري كيوتاج. الالكترو سيرجري تتميز عن ان انا استخدم السكالبل المشرط انها ادق. هيبقى عندي حاجه زي القلم كده زي السن بتاع الثوب امشيه على الجنجفه تمشي زي ما انا برسمها كاني بس القلم وبرسم التونينج بتاعت الجنجفه. واقدر اقطع جزء من الاثيليوم ما اقطعش السكنس بتاعه كله ما اوصلش للبون يعني ادق من استخدام السكالبل. بيعتمد على ايه الالكترو سيرجري ده؟ على انه هيسخن التيشوز فالتيشوز يحصل لها ده يعني مش بيقطع ما هوش سنه شارب بيقطع لكن بيعتمد على التسخين. لكن الكورت التيب بتاعت الالكترو سيرجري ما هياش سخنه لكن فيها كهرباء يعني الرأي كتير ده موجود في الكتاب انا هشرح لكم الفكره بتاعته. بيعتمد على الكترو ماجنتيك ويف بالراديو فريكونسي، الفريكونسي بتاع موجات الراديو ويف لينث كبيرة. ولكن الالكترو ماجنتيك ويف دي بتولد بوزيتيف ونيجاتيف شارجز على التيب بتاع الالكترود ده تعمل اتراكشن ويعني
والاتراكشن للايونز اللي جوه الخليه. يعني هي لها التيرميتنج كلر عمال بوزيتيف نيجاتيف بسرعه عاليه. فالبوزيتيفيتي والنيجاتيفيتي تيجي على الايونز اللي جوه السيل والخليه تنجذب وتبعد عن وتبعد تاني. انت فاهمين؟ مش الالكتريك شارج يحصل بينها اتراكشن والانتراكشن دي يقربوا يبعدوا عن بعض. فانا حاطط له الكترود عمال يقلب من بوزيتيف لنيجاتيف بوزيتيف لنيجاتيف فريكونسي عاليه قوي. فالايونز اللي جوه السيل عمال تقرب وتبعد. متفقين؟ لما الايونز تقرب وتبعد يعني هيحصل ايه؟ هيحصل موفمنت سريعه قوي جوه السيل. الموفمنت دي تولد الفريكشن احتكاك والاحتكاك يولد ايه؟ يولد حراره. فالانترسيلولر لويت تسكن لما توصل لدرجه 60 هيحصل ده في السيل. لو عليت الحراره قوي لدرجه 100 يحصل تحول من ليكويد لجاز يحصل تنفجر. مع الحراره العاليه دي بيحصل لها ديستيكيشن من الليكويد اللي فيها تتبخر بيحصل حاجه ثانيه للبروتين اللي هو الكوجيوليشن يكافح. عارفين لما نهدي بيضه في على النار البيضه تبقى سائله تتحط على النار تنشف. البروتين بتعمل كده لما تسخن يحصل لها كوجيوليشن. طب يبقى معنى كده ايه؟ انه مش هيحصل بايدي. هقطع الفيسوس من غير ايدي. فده الالكترود كان اكيوريت يطلع كويس ما بيعملش بليدنج. وعايز بس شويه بريكوشن بضبط الفريكونسي والانتنسيتي بتاعت الدرجه مظبوط. اخلي بالي انه ده ممكن يعمل الكتريك شوك لو لمس حاجه ميتال. لو البيشنت عنده ريستوريشن ميتال او انا حطيت الميرور بتاعتي حتى الميرور بتاعتها بلاستيك اي انسترومنت تقرب تكون بلاستيك. وكمان لانه في الكتريسيتي لو بريكوشن. البيشنت اللي عنده اي الكتريك ديفايس زي مثلا عنده حاجه مناصه لدورات القلب برعمود ده هيختل عمله بوجود الالكترو سيرجيكال يونت. حاطط انسولين بامب عند دايبيتس وحاطط له بامب بتنزل انسولين هتختل وتنزل انسولين زياده او اقل وهموت العيانه في المعمل السيرجي. اي حاجه فيها الكتريك ديفايس كونترا انديكيتد ان احنا نستخدم معاها الكتريك سيرجي. برضه في فيديو بس هو فيديو خالص شويه. محتاجة الكترو سيرجري دي مش في كل الحالات. الحالات اللي فيها هايبر بروفايل جنجر جنجر يعني اندرج زياده ومحتاجه سيرجري. فهنا كان في عنده الانتربراكشن هايبر بروفايل جنجر ريستا للبريمولر وميديا للمولر. فجاب الالكترود دي كتير وقعد يعمل كده ريموفال للانتيريال زياده. الكرنت انتنسيتي لها نقطة معينة. لو انا عليت الكرنت قوي ممكن يحصل بيرن في التيشو زيادة. لو قللته الالكترود هيبقى بيلزق في التيشو كده وبيعملها هيلي. مش هسيب الفيديو ده كله لان يعني غبي كتير. لازم الالكترود يبقى نظيف ما يبقاش فيه عليه تيشو باستمرار نقطع بيه وننظفه كويس. هنا حتى بيستخدم الانسان بيبر يشيل بيه اي كواجيليشن تيشو ضعيف. دي منه اشكال بقى اللي هي كيب رفيعه وفي اللي على شكل روب وعلى شكل دايموند حسب بنشيل بوليب ولا بنشيل بيه ايه. لازم البيشنت يكون واخد انستيزيا. لازم يكون البيشنت عنده اتاكس الجنسبا كفايه. لو مفيش اتاكس الجنسبا ممكن السيرجري دي تدخلنا في مشكله يبقى في باكت عامل ليكج للبريدونتال ليجامنت الكره الكامله. هنا بيقارن السكالب الكات اللي هو الكات هنا بالالكترو سيرجري.
البرد يعني كيف الميار ممكن تطلع جزء من الجانب وتعمل راونديشن حوالين البون من غير ما موصل عمل اكسبوجر للبون. بالكابتل كان هيكون قطعة واحدة كده بالزاوية اللي انا هنخش بيها بالسلم. انما هنا ممكن بثلاث زوايا مختلفة ادي راونديشن للجانب. هنا لو انا بعمل ديبنينج او بعمل يعني براتنينج بشيل جزء من الجنسبر اللي عنده لايننج للجنسبر سيركس ما بوصلش للبيزل لير بتاعت الابيثيليوم اللي هي المسؤوله عن انها تبني الابيثيليوم دي وبالتالي بيحصل ريجنريشن بعد فتره اكتر ريبريشن وبعدها بترجع يحصل لها ريكفري. نفس اللي بنعمله بالالكتروثيرابي ده ممكن يتعمل بحاجه ثانيه دلوقتي احدث اللي هي الليزر. هنا زي ما بقول لكم في اشكال مختلفه للتيب بتاعت الالكتروسيرجن. اللوب تيب بنستخدمها لو في عندنا كل ندخل فيها اللوب تيب تروح على الاعراض. وبعد ما بنخلص بننظف مكان التيشوز النيكروتيك تيشوز دي بهيدروجين بيروكسايد وبعدين نحط كمان التراكشن كود. يعني الالكتروسيرجري مش هيغني عن ان احنا نعمل ريفكشن بالريفكشن كول. هنا خلص وحط التمبل داون وتشيل السيستم. البريكوشن زي ما قلت لكم كده البيشنت اللي عنده اي الكتريك ديفايس هنتجنب ان احنا نستخدمه معاه. لو ما عنديش اتاتش الجنب بتكنس كفايه اللي هي 3 مللي اتاتش الجنب حوالين السن على الاقل يبقى ما يصلحش. او ما يصلحش نعمل اي ريموفال بتيشو في الغياب انه يبقى في اتاتش الجنب كفايه. اي انسترومنت بستخدمها جنبها تكون بلاستيك عشان ما يحصلش الكتريك شوك والبيشنت تكون واخد انستيزيا. لازم احرك الكيب بتاعتي بسرعه لان لو فضلت مثبتها في حته واحده هتعمل اوفر هيتنج تعمل بيرننج للتيشو. نفس الكلام ممكن دلوقتي تعمل بالليزر. الليزر بيقدر يشيل هايبر بلاستيك تيشو بيقدر يشيل جزء من الجنجيفا. لو انا عايز اوسع الفلكس او ابعده بعمل كاتنج في السوبرفيشال لير زي ما عملت في الالكتروسيرجن واجيب البيزا لير بحيث توسع لي الجنجيفال سيركس لكن بعد ما اخلص هيحصل لها الفيل تاني. ده الابيثيليال لايننج بتاع الجنجيفال سيركس. عندنا البيزا لير المسؤوله عن الريجنريشن بوصل لها بشيل بس في وده فيلم تاني للليزر. عندنا هنا ريمينينج روت المفروض ان انا محتاج اعمل اكسبوجر لجزء سبجنجيفال عشان هو ده اللي همسك عليه الفينش لاين بتاعي. فبالليزر اقدر اعمل كاتنج لايننج ابيثيليوم اللي جوه السبجنجيفال. الليزر بقى بيدفع انه ما يحتاجش انستيزيا بس يعني بيشتغل الليزر غالبا بيدي انستيزيا برضه لانه سرعه قطع الليزر تبقى اسرع من ان يحصل لها الكومبينيشن بالنيرف ريسبتور. زي الالكترو سيرجري ما بيحصلش منه بليدنج لانه اثناء الكاتنج بيحصل كوجيليشن بالسيستم. هنا بقى ما فيش عندي بريكوشن ان هيجي في متر ولا ما يجيش الا اذا كان هيعمل ريفليكشن برضه زي قالوا محللين يعني شغال بليزر لابس عدد زي لابس نظاره يعني معينة عشان ما يحصلش ريفليكشن بتاعتهم لو خبط في حاجة منها. لا على الفلتة اللي بيطلع يعني ما بتطلعش بسرعة زي ما بيسألوا. عمال بقى جاي في حاجة.
حسب الدرجه بتاعه الكمبيوتر ممكن يتقطع بسيط زي ما السيرش كده عمال يروح جاي على الكمبيوتر ده مش اخر طريقه اللي هي تقدر يمكن ان انا لا اعمل بقى الدراكشن ولا اعمل اي حاجه والسود اللي انا بعمل فيها الفينش لاين هي نفسها تاكل من السنة حته وتاكل من الانتيريا من بتاع الزنج بوصلتها حته وبالتالي تعمل لي الزنج بس دي من شروطها تكون الزنج بقى عندي هيلثي ما ينفعش على انتيريا الزنج اشتغل بروتا الانتيريا اقدر اتكلم بيها حاجه اسمها كونتريب والسود وبعدين الكل بتاع ان انا فينش لاين دي برضه الجراوند لاند في عندنا حاجه شبهها بس اسمها كونتريب ان بدل الجراوند لاند دي عامله زي كان الكونتريب نازله كده الجراوند لاند الوجود ده بيخلينا نسميها التوربيد فدي اللي تقدر تعمل لنا التوربيد بس الخط اللي هو وهي تقطع في الجيم شوية هنا بتقطع في من هنا لازم تكون الجيمس بقى والجبت الرسالة ما يزيدش عن 3 مللي ويكون عندنا أدك الكراتينايز الجيمس بقى الأسبوع الجاي هيبقى في عندنا كويس لغاية على كل اللي طب لو عايزين تركزوا على حاجة خلصات الكويت وبعد كده تركزوا بيها بس مثلا تشيل محاضرة النهارده Thank you.